باكر يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من الخمسين المقدسة من مزامير أبينا داود النبي. قم يا رب بركزك وارتفع في أقطار أعدائي، دني يا رب على حسب عدلي وعلى قدر عدم شري علي، هللويا. من إنجيل معلمنا متى البشير. وفيما كان يسوع خارجا من هناك تبعه أعميان يصرخان قائلين: ارحمنا يا ابن داود. فلما دخل البيت تقدم إليه الأعميان، فقال لهما يسوع: أتؤمنان أني قادر أن أفعل هذا؟ قال له: نعم يا رب. حينئذ لمس عينهما قائلا: ليكن لكما حسب إيمانكما. فانفتحت أعينهما، فأمرهما يسوع قائلا: احذرا أن تعلم أحد بذلك. أما هم فلما خرج أذاع خبره في تلك الأرض كلها، والمجد لله دائماً.